دير الخير تصيب الخير حاجة ما تدوم حياة سبني. أصعب إحساس في الدنيا أنك تكبر وتعيش وحيد وبعيد عن العائلة ديالك. كي مات الأب تاعي كان في عمري 13 سنة، كان خويا في عمره 7 سنين. 7 سنين. وبعد كي مات الأب تاعي شو صاي كي شغل ضعنا. تتحدى كل شيء في سبيل أنك تأسس عائلة وتعيش كيفك كيف الناس. اللي جاز عليا بلا ربي أباك أنا للآن مانيش مأمنة كيفاش وليت امرأة وتزوجت ودرت الدار ودرت وليدات وراني واقفة وراني مجاهد وراني. هي حكاية خوتنا يمينة، هذه المرأة اللي كبرت وعاشت وحيدة، هي والأخ ديالها مرت بالعديد من التجارب الصعيبة وين تحدات كل شيء. جيت نخدم عند جيراني يعطوني يقول لي تجي تعاوني لنا يعطوني واش كتب المكتوب نشري واش ناكل انا وخويا. ما بخويا مسكين يروح نشفي لك يروح للبورت عند الصغارين يروح يا مسكين هاكي يروح معاه تما جيراني يدوه معاهم يروح يديمو هذاك الشيء داك الحوت اللي بقى هذاك السردين يليمو ويروح يبيعو عندنا واحد البلاصه في الصغارين يقول لها عين الصفرة. اللي غاتجدد بكم مشاهدينا الكرام عبر برنامجكم الاسبوعي شوفوا حكايتي، كما عودناكم في برنامج شوفوا حكايتي راح نجيب لكم قصص تجارب حياه في كل مره من منطقه من مناطق الوطن الكبير. القصه ديالنا لنهار اليوم راح تكون من بلديه جسر قسنطينه. نهار اليوم راح نشوفوا قصه ام هي والبنت ديالها وزوج اطفالها. هذه الام اللي راح تمر بمرحله صعبه في حياتها، هذه الام اللي راح عايشه في مكان اقل ما يقال عنه انه يفتقر لادنى شروط الحياه. تواصلت معنا قالت لنا بلي يا بلال عندي قصه اني حابه نحكيها، عندي تجربه حياه مريت بها. نقلنا لمكان اللي راهي عايشه فيه وحكايتنا نهار اليوم راح تحكيها لنا خوتنا يمينة. ما تروحوش بعيد، حكايتنا راهي بدات. مشاهدينا الكرام كنا تواصلنا مع الاخت يمينة هكا بن يمينة ولا يمينة؟ يمينة باش ما نغلطش في اللقب. اللقب الاسم ديالك؟ اللقب بالحسين واسم يمينة. يمينة. كنا تواصلنا مع الأخت يمينة كانت قالت لنا إذا من الممكن أنكم تجوا للمكان اللي راني عايشة فيه. حبت هي أنه الحكاية ولا القصة ديالها تجربة تاعها في الحياة تحكيها في المكان اللي راهي عايشة فيه. مشاهدينا الكرام بالك تكونوا شفتوا يعني الصور قبل بداية الحلقة. مش نقول لكم هذا المكان اللي رانا فيه هو عبارة عن جراج، يعني هذا مكان ما راهوش مكان يعني اللي يصلح للعيش، الى انه هنالك ام واطفالها عايشين في هذا المكان. هذه الام عندها تجربه، عندها قصه في الحياه. قالت لي يا بلال اذا ممكن تجيو اني حابه نحكي القصه ديالي، حابه نحكي التجربه ديالي، اني حابه نعرف الناس بشكون هذه يمينة، بوش جست وشنو هي الامور اللي مريت بها وعندها ما تحكي. حكايتك طويله يمينة. هي طويله حكايتي يعني. علاش؟ شوف من وينك حابه نبداو؟ قبل ما نبداو الناس يحبوا يعرفوا شكون هذه الام وهذه الاخت. شكون انت؟ تفضلي. انا يمينة بحسين من ولاية مستغانم. كي مات الاب تاعي كان في عمري 13 سنه وكان خويا في عمره 7 سنين. 7 سنين. وبعد كي مات الاب تاعي شو صاي كي شغل ضعنا صاي ماكاش الساس راح لنا ماكاش الساس. قعدنا كيما قال لك نطيحوا ونوضوا انا وخويا. عندي اختي هذه من بابا هذه كانت تجي تجيب لنا واش كتب المكتوب تجي تشوفنا تجي منا. وبعد بدينا انا وخويا كشو انا كنت شاطره كشو تاكلين على تاكل على روحي. سمحي لي برك يمينة بالك نقاطعك هنا ندير هنا نقطه. بنت في عمرها 13 سنه هي والاخ ديالها عايشين وحدهم، كيفاش كنتوا تاكلوا كيفاش كنتوا تشربوا؟ رحنا نخدموا وحدنا. احكي لي اليوميات تاعك تاع بنت في عمرها 13 سنه. رحنا نخدم نروح بديت نخدم عند جيراني يعيطوا لي يقول لي تجي تعاوني لنا يعطوني واش كتب المكتوب نشري واش ناكل انا وخويا. ما بخويا مسكين يروح نشفي لك يروح للبورت عند الصغارين يروح يا مسكين هاكي يروح معاه تما جيراني يدوه معاهم يروح يليمو هذاك الشيء داك الحوت اللي يبقى هذاك السردين يليمو ويروح يبيعوا عندنا واحد البلاصه في الصغارين يقول لها عين الصفرة. يقعدوا يبيع فيه هو وخويا والجيران يقعدوا يبيعوا فيه وانا اللي نشري. واحد الساشيه قاريات كانوا تشوبينات هكا نشريهم معنا لي كروسيست في بلاصه يقولوا لها عين الصفرة.
نشريهم ونبيعهم كي نكملها. كملتهم كنت شاطره نعاود نشري بيله واحده اخرى نكملها نزيد نشري بيله واحده اخرى. ونسى اللي كانوا يجوا يشرو عليا كانوا يقولوا لي تجي تعاوني لنا في الديار تجي منا ما نكذبش عليكم ونقول لهم ايه نجي نعاونكم ونجي نروح نعاونهم. كانت واحده يقول لها لينا الله تكون عابر خير مسكينه ثاني تسكت تما في صوت خوفي تما مستعلي هذه يومين تقول لي روحي سيخي لي روحي عاونيني روحي وليت نروح نعاونها نسيقها. ومن بعد وليت كيما نقولوا هذا لهذا هذه لهذه هذه لهذه هذه لهذه. ومن بعد جا واحد النهار كيما قالك حتى ولا في عمري 19 سنه جاني مكتوب تما في مستعلم انا كشو ما قبلتش. انت ما كنتيش راضيه؟ ما كنتش راضيه كنت حبيتي قبل انسان واحد اخر حبيتي انسان واحد راضيه انسان واحد اخر. ومن بعد لعينينا وهذاك انسان واحد اخر مالي ما كانوش حابين وانا اختي ما كانتش حابه. بعد كيما قال لك قال على بالك شغل درت لي في راسي روح درت لي في راسي درنا بالك بالك هذاك زمان كنتي جان كنتي صغيره كنت جان صغيره ايه كنت ندير لي في راسي واحد ما شغل من واحد ما يستنيش اللي كان كاين راح سيبو واحد ما يدخل روحو فيا ما شو ما كذبش عليك واحد ما حوس عليا واحد يعيطوا لي غير للشغل كيما نقولوا شغل داريني غير شغل خدامه كيفاش تفضلي 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 علاش كيفاش نفهمك حسيتي روحك شغل ما عندكش هذيك القيمه اللي تلزم يعطيك الصحه يعطيك الصحه شغل وليت نسمع هضره وليت نسمع هضاري وليت نسمع شغل حسيت روحي راني وحدي. ومن بعد عينينا كتب المكتوب مع بابات هذه بنتي فاطمه الزهراء مع بابات بنتك الكبيره معليش باش ما تنساش نقول لك برك الاب بالك يغيب على العائله تروح العائله تروح العائله يمينه تروح العائله كل صراحه والله تروح العائله. واش كان يعني لك الاب ديالك ما قالي انت كنتي صغيره يعني في هذاك العمر كان يعني بابا كان يعني لي بزاف بابا كي راح هو كشو تشتا حنا تشتتنا انا خويا تشتتنا شو تصبنا وحنا وحدنا بين ليله ونهار صبنا وحنا ام ما كاش ام لي نايمتنا ما كاش ام شو وحدنا انا اللي جبت من الناس كيشوفوك تضحك وشوفوك تسوي شو ما على بالهمش واش كاين انا في قلبي ما على بالهمش واش انا ماشي انا نمشي نحكي في الحكايه ديالي كنت نحكي واحد الوقت كنت نزل صح الناس كتعاير ما ترحمش ناس تعايرك ناس ما ترحمكش ناس تضرب معاهم انا ديجا كي كنت في البرارك انا عندي جيراني كنضرب معاهم من داك ولا يكون عندي مشكل مع الزوج وكاع يعايروك يكذب عليك يعايروك ما يرحموكش الناس ما يقولكش هذه تيمه ومسكينه ونغبنت وتمرمدت وشو وتجاز عليها وشو ناس ما ترحمكش ما يكذبش عليك ما وليتش نعم ما وليتش نقول لك حاجه والله نقول لك بلا الميل كي نغموا عباك شنو نخرج في الليل برا نقعد برا نقعد وحدي ولا غير نقعد وحدي نطلع يدي ونقعد ندعي ولا نقعد نهضر وحدي ولا كنت نروح للبحر صدقني غير نهبط للبحر كنت نهبط للباب الواد ولا نهبط ولا كي نروح للصابلات ولا هكا نقعد نحكي للبحر صدقني غير نحكي للبحر هذه الحكايه واحد ما على بالو ابا بنتي اللي على بالها بها هذه الحكايه نروح نحكي نفر عباك من داك طويل نعيط نعيط باش نرتاح خاطر من داك يجيني واحد التقلق اني ما نقدرش نشد روحي. انا وصلت وين المديره بعثت لي على جال وليدي البسيكولوج قالت لي باش يجوز البسيكولوج كديتو عند الطبيبه هنايا تاع دوزيام راه باش قالت لي بلال قالت لي مشي وليدك اللي يجوز البسيكولوج مادام انت اللي تجوزي البسيكولوج قالت لي بزاف مقلقه بزاف كنت خرج مادام انا اللي جاز عليا قلت لها ربي وراني نختصر لك بلال مانيش نحكي اسمها راني نختصر لك معليش معليش خذي راحتك خرج لي جاز عليا بلال ربي باك انا للان مانيش مامنه كيفاش وليت امراه وتزوجت ودرت الدار ودرت وليدات وراني واقفه وراني نجاهد وراني وكاينه حاجه ديتها في كما قال لك في راسي على جال ولادي كما قال لك نطيح ونوض يعني نحس مع باش نشوف روحي هكا مريضه مريضه نطيح هكا نحبو نروح نخدم من كما قال لك نطيح ونوض على جال ولادي ما خليهم عباك ما خليهم يشوفوا ما خليهم يتحسوا ما خليهم خاصهم ديك الحاجه ما خليهم يشوفوا هذاك الناس ياكلوا ولادي زعما ما ياكلوهاش لازم ياكلوها ولادي نشوف خليهم يشوفوا الناس يقولوا لي ماما زعما هذيك لبسوا نجيبها ما يروك نتسلف والغدو ان شاء الله نرجعها ونجيبها لولادي. يمينا نعاودو نكملو الحكاية ديالك قلتي لي بلي لاباس كي مرتاحة صافا الحمد لله الحمد لله قلتي لي بلي الأب ديالي كي راح أنا شتت العائلة قلتي لي بلي أنا قررت أني نتزوج بالإنسان ولا نروح مع الإنسان مع الإنسان اللي أنا حباته هكذا كيما كان الحال مشى وليا مشينا ورحت وجيت ودنا كيما قال لك درنا العرس ما بيناتنا كيما نقولوا تعرف كيما نقولوا درنا الفتحه ما بيناتنا ودرنا كاين مهما قبل شي ما يومين مشكل يومين مشكل يومين مشكل يومين يومين تفرج فيا كيما قال لك الجيران يومين مشاكل ما نكذبش عليك عرفت انايا كنت مازال ما زيدتش وداني وصلني للسبيطار مصطفى ومن بعد زيدت لا علينا زيدتي بنتك زيدتها لا علينا وبعد عيطت له
كاين كل شحال كان في عمرك هذاك الوقت؟ كان في عمري قول 21 سنه. 21 سنة يمينة من 13 سنة ل 21 سنة جاز عليك هذا. اه جاز عليك. بعد 21 سنة شدع واحد كيشو خبطني بكف ما فطنت في السبيطة صدقني فوق الكنابي شو واحد عطاني بكف فطنت تما ولا غير تما فطنت قلت لهم تما ديك الفطنة عليه شو واحد خبطني بكف. بعد عرفت بوحدة قالوا لها فاتح الله يذكرها بالخير دروك تسكوف لي بومبي تخدم تسوق لي بومبي تاع لومبيلونس في مصطفى باشا مازال دروك راني نتلاقى بها وتقول لي كي تجي وشتي وراكي لاباس وتقول لي سقي غير انا راني فرحانه وقفت معايا في هذيك الزيتها وقفت معايا اخي لا فيريتي وقفت معايا. لقيتي روحك بعمر 21 سنه انت وبنتك؟ انا وبنتي. جات هذه جات ماكوش جا في بالك كيفاش خدمتي يعني باش تدعي لي هذيك البنت وباش تقومي بروحك وزيد تقومي بها؟ ماهيش سهله ماهيش سهله. ومن بعد جات هذه فاتحه شافت لي نبكي جات عندي قالت لي واش بيك؟ قالت لي تحكي لي قولي لي واش بيك؟ قالت لي انت راكي ما كاينش منا وبين بلاك متزوجه هنايا ومن هنا احكي لي واش بيك؟ حكيت لها قالت لي دارت لي والله مسكينه هكا قالت لي البهلول هذا ما كان قالت لي تكون انا قش منها قالت لي واش بيك؟ قالت لي فاطمه اللي تسخر بيا كاين ناس نعرفهم بلا ما نجبدهم انا نجبد اسمهم عيطت لهم فورا 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 قالوا لها جيبيها جابوها في الداخل قالوا لها هذه بانا بلي بالفاميليا ولا غير هذيك الكلمه اللي قالوا لها صدقني يا بيني بينا قالوا لها هذه بانا بلي بالفاميليا مش عرجه وما تقالوا لي حكيت لهم مش حكيت لك قبيله. ومن بعد قالوا لي نعيطوا لخوك كنت عيطوا لي حتى لواحد خلوني برك خصني نوقف نوقف روحي ونخدم ونخدم برك عاوني نطلب منكم حاجه صدقني هذيك الكلمه اللي قلتها وقفوا معايا عاوني نحبوا ندير لكم الشغل نخدم لكم نسوي لكم قالوا لي ما كاش مشكل كما كان الحال وقفوا معايا هاد الناس ما نكذبش ما شاء الله في الدومه في الدومه قهوه الشرقي وقفوا معايا. ومن بعد جات وحده يقول لها هذه مريم اختي جات عندهم فاميلتهم فاميلتهم جات بالشريطه فاميلتهم جات كي جات شافتني قلت لهم شكون هذه؟ قالوا لها هذه مسكينه فارت زوجتها ما كتبش لي مكتوب وشوفي والصاله والصاله والصاله. بعد قالت لي انا مع ولا غير هكا هذه مريم قالت لي انا ما عنديش اختي تقعد تروح تعيش معايا مسكينه هي عندي كابي ما هي يتيمه فهمي مربيها عمها الله يرحمها قالت لي تروحي تعيشي معايا قالت لي سمحي لي قالت لي اوه شو صوف الاولى شو حسيت بواحد صدقني شو حسيت قالت لي حنانه قالت لي ما كاينش مشكل قلت لهم نقول والله غير هذيك قلت لهم لا روحوا نعيشوا انا وياك في مستغالي والله غير هكا قلت لها قالت لي لا لا ما صابرش انا كنت زين ما نقدرش نروح لمستغالي قلت لها سيبو قلت لها شوفي قالت لي شنو قلت لها انا اللي حبسها بك على الخدمه برك قالت لي انا دبر راسي قالت لي الخدمه انا ندخلك انا قلت نتقاد هذه المخلوقه عجبتهم نخدم شوف وين يحطوني نخدم يحطوني في المطعم نخدم يحطوني في البيروت نخدم يحطوني نخدم بالك بالك سمحي لي يمينة سمحي لي برك بالك بالك النقطة ولا بالك مشاهدينا الكرام اللي يشوفوا في الحلقة النهار اليوم حاجة اللي شفناها ولا أنا شفتها في يمينة ما تعرفش تقول للناس مدلي تعرف تقول للناس عاونوني برك باش نخدم هضر زوج تقول لك أنا نخدم أنا نقوم بولادي أنا قاسيت أنا تعبت ولادي لازم يقاسي وش ما يتعبوش كيما هكذا يمينة هكا هكا صح كل ما نخدم مادام راني بصحتي نخدم ولا كاين نوصل وليدي بلا كاين الناس ما نعرفش اسمهم ولا كاين تزير لا غالب اللي نروح نتسلف عليهم بصح يعرفوني كاين نتسلف عليهم نعاود كنا ما باش نتسلف عليهم نعاود نرجعهم كاين نخلص نعاود نرجعهم هذه اللي عندي عندي نخدم ولا نتسلف بصح باش نقول للناس عطوني بلا ما واش عطوني ولا نسلفوا لي هذه سمك على بالهم كيشوفوا على بالهم بلي هنايا في عناجه يقولوا نسلفوا لي يسلفوا لي كاين ندخلوا لي دراهم خلاص نروح نعطيهم صح مشاو ليامات مع بنتك تخدمي ومع نخدم بنتك ونخدم ومن بعد قلت لك هذا الفاميليا منهم هذه مريم نذكر عمي البحر الله يرحمه وبابا هو الدوزي الله يرحمه يوسع عليه دبوزي مسكين ومن بعد داتني عندهم قالت عندهم قالت لي نقول نطفامي تاعها برك لك حل اها معليش شكريها بالك من هذا المنبر لك حل لك حل ما نجيبش اسمها يما اسلام ويما رضوان هذه ماشي غير يما هذه اكثر من اللي ولدتني هذه اكثر من اللي ولدتني شوف لا في هذيك كانت صغيره واقفه معايا لا في ولادي واقفه معايا لا نروح نزيد في السبيطار واقفه معايا نروح نزيد في السبيطار واقفه معايا نروح نلبس واقفه معايا اختين توحم واقفه معايا كي كنا عندي مشاكل شويه مع الزوج واقفه معايا كي نوصل ما نكذبش عليك نوصل للطلاق تقولي تطلقي ما نعرفك ما كي بنتي ماني بلا ما احنا ما عندناش الطفله تقولي هكا تقولي انا في البنات كاع ما عنديش الطفله اللي تطلق تعاودي تولي كاع نسى منافقين وكاع الناس منا ربي عوضك بام واب اه عوضك بام البحر الله يرحمه اه هذا بابا الدوزيام انا كي يقولوا عمي راحت في هذه بصح انا ماما نقولوا بابا بابا الدوزيام وقف معاك وقف
غرفه ما عندي تصاور، وقف زوجني مسكين ونغبن معايا وتمرمد معايا، ومام يكون مشي عندي وقف معايا مسكين. مام الزوجه تاعو فاني ما خلاتنيش، فاني وقفت معايا خاوتي رضوان واسلام، فاني كيكون عندي هكا مشاكل تقول خويا بالك نقول لك انا ما يجيش وما يجيو يتجراو يوقفوا معايا يسمعوا بيا حاجه درصا زوجتني يجيو يتجراو دوك كي مرش للدار يداو يعيطوا لي يبعثوني عند بنتي انا راهي ماك انا ماشي جاي باش تقول لهم هذه راهي مع الخدمه راهي مع الخدمه هذه ملي دخلت ماشي واش كاين ما صايبهم هذيك ما ولاش دارهم ما تاكش واحد يحوس عليك يقول لك هكا صح البنات من داك هكا كيبعثوا لي يقولوا لي ما تزيدش تهضري معنا ما تيك دايرتنا اختي احنا ما راناش خياتك كنت دايرتنا خياتنا وراكي جا ماكش نقول لهم مانيش يقولوا لي تيما في الويكند جوزيهم في الدار كيفاش نقول لهم يا ودي انا سرت دنيا مات راني بلا بيسو السكنه يقولوا لي ديك السكنه تبديها حتى هبلك دخلك نقول لهم يا ديك السكنه صح وليدي بلال عندي 5 سنين انا عباك وماني مسعفه روحي وليدي راح نجو راح نجو ان شاء الله المشكل تاع الساكن مشاو ليامات وقررتي باش بالك تعاودي زواج معناتها تعاودي تتزوجي نتزوجي ولا عندك زوج دراري هكا ولا عندك زوج اطفال هذا الرجل ما نكذبش لا اله الا الله محمد رسول الله شافني مع وحده صاحبتي هذه قال لها سمعي قال لها هذيك الطفل المراه متزوجه قالت له متزوجه مطلقه عندها طفله قال لها نروح نخطب نتقتلوا هي قالت له والله غير هكا قالت له انت تتزوج نتايا قالت له واحد الهضره قال لها كون نقول لك باللي هذيك نديها نتزوج بها والله غير هكا قلت له صيبو قلت له دوك نشوفها جات شافني ما نكذبش عليك وليدي مراه مليح تستر ودير الدار وتستر غير جات قالت لي صدقني قلت لها ايه معليش نورمال قلت لها وليد فاميليا وليد لاخور ومالي قابل ما لاه نورمال قلت لها ما نتزوجش نستر راحت قالت له منا صدقني وليدي بلال جا عندي منا قال لي غدوه ان شاء الله نجيب يما وبابا ميت قال لي نجيب انا تعرفي وتقعد قال لي عطيني نمرة التليفون قال لي غدوه نجيب يما قال الحاج جاب يما وجاب خو وجاو قال لي وريدي برك الدار وين نجيب قلت له تحب مستغاني ما تجيكم بعيده دقانا قال الحاج جاب يما وجا شوف سمعنا شوف هذه السماعه هذه راني متاكده منها سمعنا خطب فيها جا شاف وسمعنا جاب كيما نقولوا جاب تاع الجهاز وجاب جاب وجاب وانا قلت لك اختاج ما ديروش ما عندي تصاور تاعك اختاج قلت له ما ديروش ما تدير لك اختاج لو قلت له ما تكتبش عليك شو جاتني حش ما على باليش احكي لي برك سمحي لي برك دوك انت هنا في هذا كراج هذا كراج اي كراج هذاك كرياتو هاني كرياتو هاني كرياتو شحال كرياتو كرياتو مليون معليش فيها خير نمشيو مشاهدينا الكرام مباشره للفقره الاولى هي فقره بكل صراحه نطرحوا على اختنا يمينة بعض الاسئله في عجاله على جال وقت البرنامج هاي نمشيو مشاهدينا لفقره بكل صراحه مشاهدينا الكرام في فقره بكل صراحه نطرحوا بعض الاسئله على يمينة ان شاء الله تجاوبنا ومنها راح نروحوا لفقره واش تعني لك حنشوفوا بعض الصور في عجاله بلك حتعلقنا عليهم وجدتنا يعني ألبوم من الصور نتمنى أنها تعلقنا عليهم ونمشيوا لفقرة الأولى بكل صراحة يمينة كنا كي كنا نقصروا يعني كنا حكينا من في الكواليس كنت قلتي لي تقولتي لي بلي بلال أنا كي كنت صغيرة أنا كنت صغيرة خدمت كلش بعت صاشيات خدمت عندنا نجيب على الأقل يعني اللقمة ديالي بكل صراحة كي تعودي تفكري هذوك الأيام ما يجي في بالك شي يجي في بالي نقول لك حلوين ومشي حلوين شو مليح ومشي مليح شو تجوزت فيهم مليحة وتجوزت فيهم مشي مليح شفتي راك بالك بلي ما عشتيش تاعك الطفوله ما عشت نقول لك وقتاش لي صح اللي نكذب عليك اللي وليت صح شغل شغل فرحانه بروحي وليت بلي كيفاش نفهمك وليدي كي تزوجت ولا عندي دراري وليت كي شغل تحسيت روحي راني مانيش وحدي شغل كيفاش نفهمك شوف فرحانه شوف فرحانه شي صباح كي نخرج نروح نخدم ونروح شوف فرحانه نحن نخدم على ولادي شو هكا مش كيما نقولوا كيما كنت بكري شو ما عندك حاجه تمشي تروحي كنت تخدمي على روحك برك يعطيك الصحه بك ولا عندك هدف يعني هدف وشنو وشنا نتفكر نشتركر نتفكر ولد جاز عليا ما يجوش على ولادي تنها ان شاء الله كما قالك نروح لها كما قالك البلاصتي معليش بكل صراحة عشتي بالك معظم الحياة ديالك يعني فترة الشباب فترة الطفولة وحدك وحدي قايمة بروحك قايمة بروحي عشت كما قالك وشنو هو السر اللي خلاك بالك يمينة هي هذيك الشابة هذيك القوية ولا هذيك المرأة اللي قاومت قاع هذا الشيء وكيفاش حتى قدرتي تقاومي قاع هذا الشيء؟ واش
بالك بالك اش واحد وحده ولا بنت في مكانك بالك كانت حتى تصاب يعني بامراض يعني ما تحملش بالك هذاك الضغط ما تحملش انها عايشه وحدها بلا عائله وحدها تقاوم في هذه الحياه بسن صغيره. قولي لي كنتي حابه يعني كنتي حابه تلحقي الحاجه في هذاك الوقت كنتي تقولي بلي بالك يتسقم الحال كنت حابه نلحق الحاجه نتزوج وندير دراري كل الهدف ديالك هدف داري تاع نتزوج وندير دراري ولحقتي ليه واللي جاز عليا ما يجوش على ولادي هذيك اللي دارتها في راسي صدقني بلي بلا هذيك الحاجه اللي دارتها في راسي اللي جاز عليا في صغري ما يجوش على ولادي ونحس على باليش نمشي كما قلت نمشي بالحفر كاع بارك الله في الاخير نقول لك بلك نعود نسقسي نقول لك بلي الاب ديالك واش كان يعني لك كي تفكر الاب ديالك يعني لي كلش شو قعد لي بابا كراني كرام كتافي محميين كنتي بالك ما تمريش بوش مريتي قعد لي بابا حاجه من على بالي بلي حاجه ما تفوت عليا على بالي بلي حاجه على بالي بلي ما نغبن ما نوصل وش وصلت ما نتميزر ما على بالي بلي ما كوني عايشك السلطانه هذه على بالي وقعد لي بابا على بالي بلي كوني عايشك السلطانه هذه سمع هذه على بالي بها هذه خلينا نقعد ونقولها لاولادي خلينا بعد من داك نتقلق هكا ولا نقول لهم كي قعد لي بابا ثم بالك انا ما كاشكم كاع كنتقلق معليش في الاخر كي نقول لك وحاجه وليدي بلال اللي صحراني فرحانه بيا وصدقني وعلى بالهم الناس بيها كنقول لك بالك مريضه بيا مريضه بيا بنتي ربي يحفظها لك بنتي ما نكذبش عليك بنتي شت العروق تاوعي هادو كشو تمشيت لي في الدم بنتي انا يا فاطمه خاطر عليك كشول كبرت معاها بنتي كشول كبرت معاها كشول بيها هي بيها هي انا كشول درت كشول شديت روحك شديت روحي كشول بيها هي اللي بالك راهي صاحبتك اكثر ما هي بنتك كلش سري صاحبتي مفتاحي هادي كلش هادي كلش هادي يقولوا لي نحي عينك مديهم لا نحي نحي ما باش واش نحي قلبي ونمد نحي نمد لبنتي كل شيء شوف عندي وليداتي صح عزاز عليا ونموت على وليداتي صح هي بلاصتها وحدها بلال كشغل كبرت معايا في كلش هذه الطفله كبرت معايا في كلش بها هي تفتحوا لي البيبان بها هي الزمان من داك شوف وليدي بلال والله صدقني نوصل تاع وين صبر حين تغلقوا البيبان بها بدي تفتح جي هي مسكينه تقول لي ماما نقولها تقول لي ما تخمي ماما ولا غير ما شاء الله ولا عافاك قولي ماما ني نقول كيما كان الحال بلال وليدي كي تعيط تقول لي واش ماما تسقم الحال والله صدقني صدقني الحمد لله مشاهدينا الكرام نمشيو للفقره الاخيره هي فقره واش تعني لك مشاهدينا الكرام في فقره واش تعني لك يمينه كتحضرت لنا يعني بعض الصور هكا يمينه يا الله نشوفوا الصور جبدت لنا صحه كاين ثاني صور من هيه أعطيهم لي؟ هذا كنت على مسيت علاش أعطيهم لي؟ شكراً شكراً صحة صحة أها صحة هاد الصورة مش حكايتها؟ هذيك كنت نخدم في المسيد علاء الدين أها عن نسيو بمعزة كنت نخدم كنت أنا وبنتي كنت عايشة أنا وبنتي شكل في عمرها البنت ديالك هذاك الوقت؟ كان في عمرها عامين. عامين كان في عمرها عامين. الله يبارك. هذا هو عمي البحري. هذا هو عمي البحري. لكن كان مخرجني كجو يدو. تفكر بها هذه المرحلة ولا هذيك الدقيقة؟ لكن جو مخرجيني أنا كان مخرجني. فرحة واحدة. فرحة واحدة كان مخرجني كان يقول لي أنا في بلاصة بابا ونقول لك حاجة كي مات هو صدقني نمت هو بابا الله يرحمه. بعد كي قعدوا يفسروا لي فيها قالوا لي ماشي الناس اللي تعرف قالوا لي كشو باباك شكروا بابا عابد الله يرحمه شكر هذا عمي البحري شكروا نمتهم ولا غير في موراها واحد الشهر هكا نمتهم في زوج ولا غير نمتهم في زوج هذا الزوج تاعي الله يبارك هذه انت والزوج ديالك هذه شوف كي هنايا كي عقدت وكاع عرضوني هنايا دارهم باش نفطر عندهم بعد داني وصلني كي جينا عقدنا هنايا اكيد جسر قسنطينة اكيد زين شوف صوره اخرى يعني ياك جايتيني بالك اختي شتما اها صحه نبدا نشوفوا صوره اخرى هذه الصوره تاع الابناء ديالك اه
هذا تاع بلال هذا اسمه كما نقولوا من التحضيري تاع السنه الخامسه مولود قاسم. اها هذا وليدك؟ هذا وليدي بلال. وليدك بلال؟ كان فاني واحد فاني خويا ومازال دروك واقف معايا مولود. خويا واحد اخر فاني امو مازال دروك واقف معايا. ربي ينجحك يا رفيق. مازال مام هنايا شوف الجيران فاني ما نكذبش عليك هنايا انا في عين العجاب في الواد هنايا واقفين معايا اكثر من الفاميليا نكذب عليك واقفين معايا اكثر من الفاميليا. الله يبارك. باغي واقفين معايا هنا في الواد اكثر من الفاميليا. الله يبارك ما شاء الله. مشاهدينا الكرام على اكيد قبل ما نختموا زيد نشوفوا الصوره الاخيره صحه هذه البنوته هذه فاطمه كي كانت صغيره هذه انت والبنت انا وياك كنت كل خميس نديها للمارج لافار نديها تحوس هكذا خميس الله يبارك الله يبارك دوكا هي ولات مراره الله يبارك ربي يشدها كي تشوفي الصوره ديالها واش تعني لك هذه كشغل كشغل نقول بدات تنحالي الغبينه بدات مام كنت راسي وراسه بصح بدات نحلي الغابه بداني خدامه اللي لاباس بها الحمد لله شو نحس روحي فرحانه ما نكذبش عليك فرحانه انا وياها فرحانه كل خميس ندي بنتي وندي اختي هذه ذكرتها لكم قبيله ونروحوا الحمد لله الحشيه نروحوا للمانيج نروحوا فرحانه مام كما يقولوا مام شغل كلش رميته مورايا كلش طرمه مورايا الحمد لله. مشاهدينا الكرام وصلنا لختام عددنا لنهار اليوم. اختنا يمينة رسالتي انه السلطات المعنيه ان شاء الله تشوف لوضعيه خوتنا يمينه بالك مرت مراحل صعيبه في حياتها نتمنوا انه يتسقموا الاحوال ولما لا بالك السلطات المعنيه ان شاء الله تشوف فيها على الاقل الله. توفر لها المنزل اللي تستر روحها هي وابنائها خاصه يعني ابنائها اكيد خاصه ابنائها يمينة نقول لك يعطيك الصحه بارك الله فيك فتحتي لنا باب دارك اخا بارك الله فيكم انتم يعطيكم الصحه وفيها خير ان شاء الله وان شاء الله ماذا بيا ان شاء الله يشوفوا فيا ان شاء الله خاطر على بالي بلي نستاهلها ولا غير على بالي بلي نستاهلها باذن الله باذن الله وكما يقول لك لا صابوا حاجه عندي ولا عنده هو يجوا يحاسبوني وراني كما قال لك راني مسؤوله على كلامي اللي راني نهضر عليه مام عليه هو راني مسؤوله على مام هو كما قال لك راني مسؤوله هو ما عنده والو وانا ما عندي والو كما قال لك عندنا ربي وعندي وليداتي سبحانه بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام الى الاسبوع القادم ان شاء الله سلام. نصيب الخير حاجة ما تدوم حياة سفنير